الفنانة لطيفة رأفت تدلي بكلمات مؤثرة في حق الفنانة الكبيرة نعيمة بوحمالة بعد وعكتها الصحية. تعرضت الفنانة المغربية نعيمة بوحمالة لوعكة صحية مفاجئة نقلت على إثرها على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة. ونشرت الفنانة لطيفة رأفت عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورة للممثلة نعيمة بوحمالة وأرفقتها بتدوينة تقول: شفاك الله أيتها الفنانة المقتدرة نعيمة بوحمالة، أنت دايما سباقة في تهنئتي ومواساتي، وكلامك الطيب اتجاهي، دعواتي لك بالشفاء العاجل يا غالية. وزارة الثقافة تتكفل بالفنانة المغربية نعيمة بوحمالة لتجاوز محنتها الصحية. أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل تدخلها لمتابعة الحالة الصحية للفنانة نعيمة بوحمالة والتكفل ماديا بمصارف التطبيب والعلاج الخاص بها. وجاء ذلك ردا على سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة نجوى كوكوس إلى المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بشأن متابعة الوزارة للحالة الصحية للفنانة نعيمة بوحمالة. وأكد المهدي بن سعيد أن قطاع الثقافة دأب على التدخل لتقديم المساعدة خلال الظروف الصعبة التي يمر بها من حين لآخر بعض الفنانين والمبدعين المغاربة بسبب معاناتهم الصحية المرتبطة بتقدمهم في السن. وأضاف بن سعيد: أو أحوال اجتماعية صعبة ناتجة عن عدم توفرهم على مداخيل القارة نظرا للطابع المتقطع للعمل الفني. بكاء وتأثر الفنان الكبير محمد الخياري أثناء غناء مسلم ببرنامج ستاند أب. تأثر الفنان الكبير محمد الخياري أثناء غناء مسلم لأغنيته الشهيرة التي تحمل عنوان ماما في بلاتو برنامج اكتشاف المواهب الكوميدية ستاند أب الذي يعرض على القناة الأولى. وأظهرت كاميرا البرنامج لحظات جد مؤثرة للفنان محمد الخياري الذي لم يتمالك نفسه عند سماع الأغنية التي ذكرته بوالدته المتوفاة، وسرعان ما غالبته الدموع داخل البلاطو. وعند نهاية الأغنية قالت مقدمة البرنامج زينب صابر للفنان محمد الخياري: الله يرحم كل أمهات اللي غادرونا سيدي خويا، كل الحب والاحترام والتقدير ليك. الموت يفجع اليوتيوبر المغربية إكرام بيلانوفا. توفي والد اليوتيوبر المغربية إكرام بيلانوفا بعد رقوده بمصحة طبية حسب ما كشفت عنه إكرام على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. ونشرت إكرام بيلانوفا فيديو لوالدها قيد حياته مصحوب بكلمات مؤثرة جاء فيها: تشويت ربي تشويت، كان صحيح فصيح، عاد هدرت معاه وجا من السوق صحة سلام، حتى غوت بقلبه. ألو إكرام باك في الكلينيك، ألو إكرام باك دار العملية ولا لاباس، ألو إكرام باك مات. وأضافت إكرام بيلانوفا في ذات التدوينة: اللهم ارحمه يا رب وارزقه الجنة، عمرو مسكين ما خرج كلمة العار من فمه، عمرو مطلبني ولا قال خاصني شي حاجة، عمرو مسكين مشكى من شي حاجة، يا رب ارزقني الصبر والقوة لأستمر يا رب. تفاصيل جديدة عن الحجرة الدراسية التي هزت المغاربة.
اعترفت المديرية الإقليمية بميدلت أن المنطقة المعنية متواجدة بأعالي الجبال والتابعة للجماعة الترابية إملشيل على الحدود مع إقليم أزيلال، لا توجد بها أي مدرسة أو فرعية نظامية. وجاء هذا بعدما أثارت صور الحجرة الدراسية نواحي إملشيل جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حالتها المزرية وانعدام أبسط مقومات الأقسام المدرسية بها. وأظهرت الصور إحدى الحجرات الواقعة بجبال الأطلس تتوسطها علب الحليب بدل المقاعد وسبورة معلقة على أحد الجدران المهترئة، كما تم تصوير الحجرة من الخارج وهي مبنية بالطين والأحجار. هذا وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من حالة الحجرة الدراسية، مطالبين بضرورة تدخل السلطات والقيام بمبادرة لتوفير بيئة تعليمية صحية لتلاميذ المنطقة. نهاية حسنة لحياة شرطي شاب بمدينة أكادير. توفي عنصر أمن بولاية أمن أكادير كان يدعى قيد حياته ميمها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 7 يناير الجاري في حادث سير على مستوى حي بن سركاو، وانتقل مسؤولون أمنيون إلى عين المكان من أجل التحقيق في الحادثة التي أودت كذلك بحياة شخص آخر. هذا وخلف الحادث المريع الذي هز ولاية أمن أكادير حزنا بالغا في نفوس أصدقاء الشرطي المتوفي. مختل عقلي يتسلق بناية مركز أمني بقلعة سراغنا. تنفي ولاية أمن مراكش بشكل قاطع صحة التعليقات المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي والتي ورد فيها بشكل خاطئ أن شخصا دخل في شكل احتجاجي وهدد بالانتحار من فوق بناية أمنية بمدينة قلعة سراغنا. وتعتبر هذه الادعاءات مجرد خبر زائف ومخالف للحقيقة والوقائع. وتوضيحا للرأي العام، تؤكد مصالح الأمن بمراكش أن الصورة المنشورة لا تتعلق بشكل احتجاجي أو محاولة انتحار كما تم تقديم ذلك في التعليقات المغلوطة، وإنما توثق لشخص يعاني من مرض عقلي قام بإلحاق خسائر مادية بسيارة للأمن الوطني كانت مركونة أمام دائرة للشرطة. وعند تدخل ضابط الشرطة المداوم لتوقيفه لاذى بالفرار وتسلق شباك نافذة بناية تابعة لإدارة عمومية مجاورة، ومن ثم صعد فوق مصلحة الشرطة. وإذ تحرص ولاية أمن مراكش على توضيح هذه المعطيات ودحض الأخبار الزائفة المنشورة، فإنها تؤكد في المقابل بأن عناصر الشرطة تمكنت بعد مرور وقت وجيز من ضبط المعني بالأمر وإحالته على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة مراكش.